دكتورة منال متولي، أحد أعضاء وفد حصر أملاك مصر في اليونان. دور حضرتك إزاي؟ هو كان الكلام ده من سنة، أنا عملت دراسة من سنة. كنت أنا وزميلتي عليا الصرفي عملنا حاجة تطوعية، كنا متطوعين إن احنا نخدم بلدنا بأي شكل في أي كل المجالات. كان من ضمن الحاجات اللي أنا بعملها لخدمة البلد، وأنا بعمل حاجات كتيرة جدا، كانت إنه حصر أملاكنا في الخارج، حصر أملاكنا المهدرة في الخارج. فعملت دراسة عن أملاك محمد علي في اليونان، وكانت الدراسة دي قعدت معايا لمدة سنة تقريبا. استعنا فيها بالسفارة المصرية بالوزير مفوض طارق في دحروب، وقدمنا الجهة المعنية المسؤولة هنا في البلد، وهي الرئاسة شكلت لجنة بقيادة إبراهيم بي محلب، وهو استعان بيا في اللجنة على ضوء الدراسة اللي أنا كنت عملتها. تمام. بعد يعني تعد أملاك مصر تقريبا كام في الخارج في اليونان؟ عندنا حاليا المهمة كانت مقتصرة على جزيرتين، مدينة كافالا وجزيرة تاسوس. مدينة كافالا فيها 3 وقف، ومدينة جزيرة تاسوس فيها 19. ايه الأهداف اللي عادت علينا سواء سياسية أو ثقافية أو مادية؟ عدد 3 أيام اللي احنا قعدنا فيهم عملنا فيهم انجزنا فيهم كتير جدا، حاجات كتيرة جدا في ال3 أيام تقريبا. ما كناش بننام، الوفد كله انا بشكره كله، كنا كلنا تعبانين. رفعنا العلم المصري على قصر الاميرات تأكيدا لمصرية المكان، وعملنا رفعنا الايجارات ل 80% من العقارات اللي موجودة هناك. تفقدنا الأراضي اللي موجودة هناك، وتفقدنا المباني اللي موجودة برضو، وقلنا تصلح لإيه، وإيه اللي ممكن قعدنا دلوقتي قعدنا نشوف هيحصل فيها إيه استثمار في المستقبل. وأنا عاملة كنت الدراسة قبل ما أسافر، يعني كده كده الدراسة كانت متحضرة 80% منها قبل السفر، والموضوع كان متحضر في الكتمان. عملنا في مبنى اسمه مبنى الغنيسيوم هناك في جزيرة تاسوس، كان قايل للسقوط، والحكومة اليونانية كانت ادتنا مهلة فيه كام يوم وإلا هتحط ايديها عليه. عملنا عرضين للمبنى الغنيسيوم، ان شاء الله هيتم في خلال 10 أيام بداية ترميم المبنى على نفس التراث الإسلامي، نفس التراث بتاع محمد علي اللي كان بنيه. حضرتك كنت صرحتي قبل كده ان في تعاون علمي كمان. احنا فعلا احتكينا بجامعات هناك، وعملنا اجريمو ما بين جامعة كافالا مقدونيا للعلوم والتكنولوجيا في كافالا، وجامعة كلية الهندسة جامعة القاهرة، وحصل فعلا تبادل بين الجامعتين، ورحنا كلمنا عميد الكلية واشتغلنا في الموضوع ده جامد، وان شاء الله الطلبة هتتدرب هناك على احدث تكنولوجيا موجودة في كافالا. دخلت المعمل اتأكدت منها، وكمان في منح درجة الماجستير من جامعة كافالا، ودي مدينة محمد علي، فكمان بالمرة يشوفوا مدينة محمد علي اللي سابها للدولة المصرية. والاتفاقات الثقافية يا فندم. الاتفاقات الثقافية ده له أبعاد كتيرة جدا، إن احنا أنا اتفقت مع أنا ميسريان مستأجرة قصر الإمارات، السيدة أنا ميسريان وافقت إن هي تعمل لنا ندوات ودورات ثقافية عندها في قصر الإمارات في المركز الثقافي محمد علي الإسلامي، مركز الإسلامي محمد علي. والموضوع ده أنا المقصود بيه نفسي يبقى في تواجد مصري داخل قصر الإمارات، ولما يبقى في تواجد مصري داخل قصر الإمارات هيبقى في تواجد مصري داخل اليونان، وتواجد مصري داخل أوروبا، نظرا لأن الأوقاف دي هي الأوقاف لدولة عربية إسلامية الوحيدة في أوروبا.